السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه أول مرة غنديروا اللايف انستغرام. سلام صباح. انضموا نقولوا الدراري كاين لايف، نقولوا الدراري كاين لايف في انستغرام. السلام عليكم خوت، صافا بخير، هانيين صحيحة ان شاء الله، تكونوا بخير، توحشناكم. وحشناكم الخوت، هانيين، كيش اخباركم؟ كي غادي مع ليفون ديال الهالوين؟ لقيت شي برودويات دي بروداكت اكسيتيرا؟ كاين شي جديد؟ سي بون، غادي نهضروا اليوم على القضيه ديال الهالوين والناس اللي بداو لي برودوي ديال الهالوين، سواء في مجال ديال في التويز او بالنسبه للكوستيم ديال الهالوين او الهدايا ديال الهالوين، اللي هو عيد مشهور جدا دابا، ولا تقريبا في جميع انحاء العالم، باقي في المغرب شويه قليل، ولكن في اوروبا وبخصوص في امريكا وكندا فهو عيد كبير ومعروف، تستخدموه بزاف الدراري خصوصا الاطفال، تعجبهم حيت يكون فيه زعما تيكون فيه واحد الاشباح وشياطين انها تكون داك النهار، دونك باش تخلعهم خصك تلبس حوايج وتبان على اساس انهم كبار. فالعديد في هذه اللحظه هذه تكون بزاف الناس يروجوا لي برودوي ديال الهالوين. فهاد العام كانوا بزاف لي برودوي جداد، منهم دي كوستيم اللي كانوا على الطريقه ديال جوكر، فبالناس اللي خدموا دابا غالبا بدا يكونوا شافوا بان بدي بان لي برودوي ديال الهالوين على شكل لي كوستيم ديال جوكر، او تيشيرتات على شكل ديال الهالوين فيهم جوكر، هاد الشيء راه باين، فمغاديش نطول فيه. بالنسبه للناس اللي باغين يسوقوا لي برودوي ديال الهالوين، ففي الفيسبوك ادز تبقى هو الوسيله الاكثر نجاحا واكثر جلبا للمشتري، تتبعها الانستغرام، تتبعها طوبولا، تتبعها لي زاتخ بلاتفورم، ولكن الافضل التركيز على الفيسبوك ادز، وشويه من الناس اللي غتستعمل جوجل شوبينغ في الفيسبوك في جوجل ادز. فبهذا غادي تقدر الانسان انه يبيع دي برودوي اللي غادي يجيب، والداتا غتكون عنده مزيانه، يقدر يخدم بها العام، يخدم بها العام الجاي. ف غاديش يعني نكثر في هذا الموضوع، فهو فقط اشاره ديال الدومين، الناس ديال الدومين، لانه هذه لقيت اللي يقدر الواحد يخدم عليها مزيان بشكل مكثف. سينورا غادي هذه هي فرصه انه يجمع فليسات، خصوصا اصحاب التيشورتات، الناس اللي تخدموا لي تيشورت اكسيتيرا، ف هذه هي فرصه ديالكم انكم تخدموا بالديزاينات، وديال اصحاب ديال الناس كذلك، الناس تبيعوا في جوجل في امازون ماش، فهو راه خدام دابا داكشي مزيان. وحاولوا ما ديروش شي حاجه اللي فيها كوبي رايت، تقدر تخرج لكم على لي كون ديالكم سوا وتسيسباندا. الناس اللي عندهم دي كيستيون طرحوهم دابا باش غادي نجاوب عليهم، باش نوض نوجد عشايا. عشره كافيه نبدا في الدروب شوبينغ؟ نورمالمون ما كافياش، ولكن اللي كنتي غادي تبدا الدروب شوبينغ ماشي في شوبيفاي، لا شوبيفاي صعيبه، شوبيفاي خصك الادز، خصك بزاف الحوايج، خصك بزاف المصاريف، فيفضل على الاقل تكون عندك واحد 5K. نشوفوا الناس اللي غادي ايه نشوفوا دي كيستيون، عندهم دي كيستيون حطوهم هنا، غادي نجاوب عليهم دابا الخوت، وان شاء الله غادي يكون استفاده للجميع. سلام خويا تيم
التيم هو احسن حاجه ممكن يدير الانسان في هذا الدومين. في التيم خصك تكون عندك واحد تكون واحد الثقه اللي تقريبا خصهم يكونوا بحال الاخوه ديالك اللي ما ولدتهمش لك امك، شي خوت ما ولدتهمش لك امك. دابا انا الحمد لله عندي تيم فيه جوج دراري، ودابا معنا واحد الاخ اللي هو تاهو في مرحله ديال التيست، ماشي تيست ولكن هو تعرفو مزيان غير باش يدخل معنا شويه بشويه. فبدينا دخلناه معنا دخلناه واحد الكاتيجوري اللي هي ديال الفيرال، وابخي غادي يدخل معنا في البراند ودروب شوبينغ بصفه عامه نقولو، حيت غادي نرجعو للدروب شوبينغ باش نلقاو دي نوفو برودوي من براندهم من بعد. وبالنسبة للتيم فثلاثة الحوايج خصك ثلاثة العوامل خصك توفر فيه الموطور داف. العامل الأول هو الناس تكون فلوس ماشي في قلبهم، فلوس في يدهم، يعني بنادم مستعد يخسر فلوس، مستعد أنه يعطي وقته، مستعد أنه ما تعرفي ما غاديش يغشك، ما يمشيش يخدم بمور ظهرك يعرفك شنو تخدم وتمشي يخدم بوحدو. الناس ثاني حاجة يكونوا تليفون دائما خدام، واخا ما يكونش في نفس المدينه يكون عندك واحد لوبجيكتيف انه واحد النهار غادي تريحو كاملين في واحد لوفيس، واحد المقر ديال الشركه اللي غادي ديروه وغادي تريحو تخدمو كاملين كايتها وظيفه باش ديفلوبيو الانتربريز ديالكم والشركه ديالكم تزيد لقدام. حيت فاش تكونوا مجموعه تكون الخدمه والغوندون تيكون كبير، يعني تيكون الانتاجيه تكون كبيره. وثالث حاجه هو ان هاد الناس خصهم يكونوا تقريبا في العقليه ديالهم كيف متفاهمين بزاف افكار، فواحد يكمل الاخر ماشي يرفض، واحد يكمل الاخر. فمثلا انا كنت عندي واحد القضيه، انا كانت عندي مكتبه نخدم في فيرا، قلت لهم الدراري فيرا ما غاديش يصلح لينا وفي بزاف مشاكل، ولكن الدراري الاخرين قنعوني قلت كنخدموا فيه لانه قدر تدخلون، المهم تنويع مصادر الدخل. فمشيت معهم واخا انا نمشي يعني ما قابلش 100%، ولكن غنمشي معهم لان الثقه ديالي في الاصدقاء ديالي ديال العمل كبيره. هما الناس اللي قالك اللي فاتك الليله فاتك بحيله، فهما الناس غادي يعرفوا وغادي يخدموا وغادي يوصلوا وغنوصل معاهم. فهذا هو التكافل اللي تيكون بينات التيم، يعني تكون ديك الثقه هذا هو اللي تعجبني انا. المهم تعجبوني الدراري بحال خوتي بزاف الله يعمرها دار، ان شاء الله غادي نمشيو قدام ونمشيو بعيد في الدومين مزيان ان شاء الله. وانت تما تحاولوا ديروا التيم ديالكم، مع الخدمه بوحدك ما تقدرش عليها، فيد واحده لا تصفق. شي سيت باش نقاد ليدينغ بيس رخيص من غير هو اللي مزيان، هو اللي كليك فانل هو اللي مزيان اخويا، فهمتيني؟ هو باش نخدمو تحدايا مرة تخدمو بيه وصافي. المهم هو مزيان، ما يمكنش تخدم شي حاجة أخرى اللي تقدر تضيع لك هاد البلاصة. تنبقى نتعصب شوية ما تكون كونسونتر تبقى ندير هوك وهي تضرني هاد البلاصة اللي بقيت ديرها. المهم هادا هو اللي قلت لك. نشوفو الكيستيون الأخرى. بون باقي مكاينش ديك نشوفو دي كيستيون دوي أيا لويس خويا. احسن طريقه باش نروج المنتجات كليك بانك، مو كليك بانك ما غتروجيهمش في الفيسبوك اصلا ما مقبولينش، فالترويج ديالهم تقدر تقدر تخدم على السيو، يعني دير دو ووردبريس ودير دي زارتيكل وتخدم على السيو باش تروجهم، او وميديا باي هذيك اللي تخدم عليهم، يعني تمشي عند لي سيت ويب وعند لي زانفلونسر اللي باش يروجوا لك داك الليان. ديك الساعه تقدر تربح، لي زانفلونسر تقدر تربح مزيان. كيفاش نجمعوا الايميلات المسدده واحسن طريقه ماشي بالنسبه للايميل؟ راه فاش تبيع سواء في شوبيفاي سواء في كوميرس، فعادي غتكون يا اما في شوبيفاي راه كاين اوتوماتيكمون تيتجمعوا، وتقدر دير دي سيرفيس بحال مثلا مايل شيب، فهي افضل طريقه باش تجمع فيها، افضل شركه اللي تجمع فيها الايميل. لكن راك عارف راه كاين اشتراك شهري خصك تخلص عليه، تبقى عندك عادي. ما قدرش اخويا نزيدك في التيم لانه التيم الخصائص اللي باش تدخل التيم خصهم يكونوا متوفرين بزاف، ان نكون تعرفك، تكون
تكون عندك ليكسبيريونس تكون عندك نتائج من قبل باش تقدر تدخل في التيم، واهم حاجه تكون الثقه، حيت ما يمكنش لما تعرف شي واحد غادي نثق فيه. فهذه مرحبا ان شاء الله مستقبلا فاش تكبر الشركه و فاش تكبر الشركه غادي نديرو دي ناس، وديك الساعه مرحبا بك راه غادي نحطو اعلان شوف في السيت عندنا وانا في انستغرام او في فيسبوك وغادي نبارطاجيه. خديجة تشين الثقة هذه هو الإشكال، خصك تحاول تلقاي الناس اللي كيخوتك. مليون دولار إن شاء الله. لا دابا عندنا مشكل ديال المود بيمنت، راك عارف الخدمة تتحبس دابا، ولكن إن شاء الله غادي تحل ما يبقاش. يا إلهي المهم مابقاوش دي كيستيون اخرين. اللي بغى يطلع في اللايف ولا شي حاجه مرحبا به، ما كاين حتى مشكل، نجاوبو نهضرو نتعاودو نتبادلو ديكسبيريونس، حيت الكمال الله سبحانه وتعالى نغيرو غير الكذوب. المهم بالنسبه نعطيكم واحد القضيه بالنسبه للناس اللي باغيين ديفلوبيو دي زونتربريز خارج المغرب. فبريطانيا فهي الان هي افضل مكان الواحد يدير فيه السوسيتي ديالو، باش تاخذ ديكون تاخذ دي كارت بونكار اكسيتيرا ديال تحل. غير هو خص يكون عندك شريك باش يقدروا يعطوك دي كارت بون تفتح دي كونت بونكار في بريطانيا، او تمشي لبريطانيا باش تقدر تفتح في اش بي سي تفتح كونت بونكار للشركه. فكونت بونكار مهم جدا انك تجمع فلوس خارج المغرب باش تقدر تخلص النفقات وتخلص النفقات سواء ديال مع الباير ديالك، حيت تقدر تولي دير تحويل بنكي للفورنيسور ديالك سواء فلاشين ولا في هونغ كونغ ولا في اي بلاد تتعامل معاه. كذلك تخلص الصلاح للناس اللي خدامك خارج المغرب، كان عندك مثلا شي وحدين تيقوموا بخدمات سواء في الهند سواء في الفلبين او في مدغشقر، حيت هاد الناس ملي تيكونوا رخاص الثمن ديالهم فتحتاج حساب بنكي. والشركه في بريطانيا تسمح لك انك دير حساب بنكي، غير هو خصك تمشي عندهم تما كاين، او يكون عندك شريك في بريطانيا، يعني شريك فهو مساهم، فتعطي تقدر تعطي 48% 30% وتجي تسمى ديريكتور. فهمتوا؟ خصك ديري ديريكتور باش تقدر تستافد من لوفيرتور دان كونت بونكار، حيت هما تيخافو بلونشيمون ديال الفلوس. فبهذا نكون قد تحدثنا في موضوع وجيز، في موضوع يعني خفيف ظريف، تبادلنا بعض المعلومات وصافي. ما العلم دابا تسنيتكم تحطو دي كيستيون الساعة ما حطيتوهمش، فاظن انكم ما مهتمينش دابا في هاد اللحظة بالهالوين او بسميت عليه لي التسويق هاد اللحظة بصفة عامة. فغادي نخليكم دابا نتلاقاو ان شاء الله من بعد في لايف اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.